زوج يطلب زوجته للفراش وهو مصاب كورونا وهي امتنعت عنه خوفا من الإصابة، فهل هي عليها ذنب لامتناعها عنه؟ ليس عليها ذنب، بل طوء جر وجزاه الله خيرا، هو عليه أن يتقي الله في ذلك. إذا كان يعلم أن في ضرر ويريد الإضرار، لا يعني طبعا يأثم إذا تعمد الضرر وعارف الضرر، إنما ما يعرفش جاهل اشتد عليه أمر طلب الشهوة، لكن عليه لا يضر لا ضرر ولا ضرار. هنا لا تأثم الزوجة طبعا، بالعكس لا تأثم لو أطاعت. أيوة. لأنها يؤدي إلى ضرر متيقن. صحيح. هلاك، ولا تلقوا بيدكم من التهلكة. تمام، جزاكم الله خيرا شيخنا.